بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. إن شاء الله تعالى اليوم لعلنا نأخذ بعض الدروس في مادة التوحيد على شكل سريع، أو بشكل النقاط المهمة في الدروس والعناوين الرئيسية. نتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عن التطير. التطير يا شباب هو التشاؤم بما يقع من المرئيات أو المسموعات أو الأيام أو الشهور، وقد سمي بذلك لأن أصل التشاؤم عند العرب ابتدأ من التطير. ومعنى التطير يا شباب هو أن يتشاؤم الشخص بشيء يراه، أو يوم معين، أو موقف يحصل له، أو ساعة محددة من اليوم، في أن يقول بأن هذا الوقت وقت شؤم لي، قد يقع لي فيه مصيبة، يتطير به بأن يجعله يوما سيئا عليه. وأيضا هنالك أمثلة للتطير، التشاؤم برؤية بعض الطيور، منهم من الناس من يرى بعض الطيور أو الحيوانات مثل الغراب أو البوم أو القطة السوداء فيتشاؤم ويظنها أنها بداية سوء له، أو بداية غير جيدة له في أمر معين. أيضا التشاؤم برؤية إنسان، التشاؤم بيوم حصلت فيه مصيبة لشخص أو بلد، أيضا التشاؤم ببعض الشهور كشهر سفر أو محرم أو غيرها من الشهور، التشاؤم ببعض الأرقام بأن هذا الرقم أثره سيء علي، أثره غير جيد علي، بالأبراج أو النجوم، أو التشاؤم ببعض المسموعات. كما تعلمون أحبتي في الله أن التطير سوء ظن بالله عز وجل فهو حرام، وهو من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد الواجب، وقد وردت أدلة كثيرة على ذلك، منها حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك ثلاثا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. لقد كان التطير شركا لأسباب كثيرة، ما يتضمنه من الاعتقاد الفاسد بأن غير الله تعالى له تأثير في جلب النفع أو الضر، وهذا يعتبر صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، بأن هنالك من يتولى أمورك أو يتولى مصالحك غير الله وله القدرة على ذلك، وهذا يدخل في باب الشرك. حقيقة الطيرة المنهي عنها هي ما يحمل الإنسان على الاستمرار فيما أراده أو يمنعه من الاستمرار فيه. من الناس من يرى هذا الأمر أو يتشائم بيوم معين، أو يرى منظر مسيء له أو يتشائم به، فيمنعه عما أراد في حياته، فقد يكون هذا جانب استيقافي له في حياته أو في مستقبله، فهو أمر لا يلام عليه الإنسان إلا إذا استرسل معه أو ترتب عليه استمرار أو رجوعه. أيضا أحبتي هنا بعض الأنشطة في هذا الدرس تساعدك وتوضح لك بعض الأشياء المهمة لك وتقوي المعلومة، ولعلنا أخذنا بعض النقاط الرئيسية. التطير عند العرب في الجاهلية. أصل التطير عند العرب في الجاهلية: كان كثير من العرب في جاهليتهم إذا أراد أحدهم سفرا أو مضيا في أمر، أي أن يفعل أمر، ذهب إلى مجامع الطير فأثارها، أو إلى أوكارها فزجرها، ثم نظر إلى أين تذهب، فإن ذهبت جهة اليمن تفاءل في مقصده. أيضا هذا التفاؤل درس آخر بناخذه الآن بعد هذا الدرس بإذن الله تعالى. فالمقصد من هذا الكلام أنهم يتطيرون باتجاه الطير إذا زجرها وتحركت من مواقعها. سبب الوقوع في الشرك كان خلو أهل الجاهلية من عقيدة صحيحة يسيرون عليها، هو السبب الحقيقي. وكما ذكرنا في بعض الدروس السابقة أن التوحيد هو أساس الدين، والشرك منافي للتوحيد بالكامل. أيضا البديل الشرعي عن التطير مما شرعه الله تعالى بدلا عن هذه الخرافات الجاهلية: صلاة الاستخارة،
واستشارة العقلاء والمجربين وأهل الخبرة في أمور الحياة وأمور الدنيا والدين. أيضا إبطال الشرع أشياء خاصة مما يتطير به المشركون، التشاؤم بالهامة، كانوا يتشاؤمون بالهامة وهي طائرة البومة، كثير من يعرفها. أيضا التشاؤم بشهر سفر، كانوا يتشاؤمون بشهر سفر، وهذه كلها أنواع من التشاؤم والتطير. أيضا هنا نشاط 3 فوائد من الآيات متعلقة بموضوع الدرس، يقرأ الطالب هذه الآيات ويستخرج الفوائد 3 من هذا الدرس. من الدرس أيضا يطلب منك تلخيص الفقرات التالية. أصل التطير عند العرب في الجاهلية، تتحدث يعني بشكل موجز وبسيط. أيضا سبب الوقوع في التطير، أيضا التطير من صفات المشركين أعداء الرسل، تتحدث عنها بشكل وجيز جدا جدا كما اعتدنا في حل الأنشطة السابقة سويا في الفصل. الدرس التالي وهو علاج الطيرة وكفارتها، علاج الطيرة وكفارتها. تدفع الطيرة بأمور، منها الأول هو صدق التوكل على الله تعالى. يجب على الإنسان أن يتوكل على الله تعالى في حياته، وأن يجعل أمره كله بيد الله سبحانه وتعالى، بأن يعلم المؤمن علما يقينيا أن الأمر كله بيد الله، وأنه لا تأثير لشيء ولا لأحد إلا بتقدير الله وحده لا شريك له. أيضا يجب على المسلم تقوية الإيمان بقضاء الله وقدره، بأن يؤمن بقضاء الله وقدره في حدوث المصائب والكوارث وغيرها من الأمور، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. أيضا هنا نشاط يطلب منك آية وحديث يدلان على الإيمان بقضاء الله وقدره. كما أن من الأسباب التي هي علاج للطيرة العلم بأن حركة الطير أو غيره لا أثر لها في ملكوت الله ولا في قضائه وقدره ولا في قضائه وقدره. أيضا النقطة الرابعة العلم بأنه إذا وقع أمر شديد عند حدوث ما يتطير به بعض الناس فإنما هو بقدر الله تعالى. استعمال أيضا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من كفارة التطير. كفارة التطير الآن سنأخذها، ما أن للشخص الذي يقع في التطير المحرم فالواجب عليه التوبة إلى الله تعالى، ويسن له أن يقول ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة للتطير. من ردته الطيرة، أي من منعته الطيرة من أمره أو من حاجة فقد أشرك. قالوا يا رسول الله ما كفارة ذلك؟ قال أن يقول أحدهم اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. كما هو واضح لكم الدعاء كفارة الطيرة يا شباب، أن يقول أحدهم اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. أيضا هنا نشاط بالتعاون مع الزميل أو مع من يتواجد بجانبك، احفظ كفارة التطير، احفظ كفارة التطير، وهو الدعاء اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. أيضا هنالك مواقف للسلف للفائدة في النهي عن التطير، يجب الاطلاع عليها للفائدة. مساوئ التطير يا شباب، يقدح في عقيدة المسلم ويوقعه في الشرك، لما فيه من سوء الظن بالله تعالى، لما فيه من سوء الظن بالله تعالى. أيضا يضعف التوكل، يعلق القلب بغير الله. يجب علينا في جميع أمورنا أن نتوكل على الله سبحانه وتعالى، ولا نتجه إلى التكاسل والتخاذل وضعف العزيمة، فإنها من منقصات الإيمان، ومما يفوت الإنسان فرصا من الخير لا تعوض في وقت آخر، أيضا يؤدي إلى الوسوسة والمرض النفسي. في ضوء العناصر التالية ألخص الدرس. علاج التطير، اذكر بعض الأشياء، أيضا تذكر مساوئ التطير. بإيجاز يا شباب، كما وضحنا لكم أو كما تعلمنا في الحصص، أن يكون التلخيص بإيجاز بسيط عناصر معينة. الدرس هنا وهو درس
الفأل وهو عكس التطير. الفأل أن يقصد الإنسان أمرا أو يكون على حال فيسمع كلمة طيبة أو يرى شيئا حسنا يناسب حاله أو مقصده فيستبشر بذلك. كثير منا من يتفاول بأمر معين أو بكلمة أو بأن مثلا يقوم الصباح بسلام على والديه أو إفطار معهما أو جلوس معهما، أو أيضا من الأمثلة أن يكون مريضا فيسمع من ينادي يا سالم فيتفاءل أنه يبرأ من مرضه، أن يكون ذاهبا لاختبار من أي نوع فيسمع من يقول يا موفق فيستبشر بالفلاح والنجاح. نسأل الله تعالى لكم التوفيق والفلاح في الدنيا والآخرة. أيضا أحتاج ذكر أمثلة أخرى على الفأل. حكم الفأل، الفأل مستحب أن يتفاول الإنسان وأن يكون لديه تفاؤل في حياته العلمية وحياته العملية وفي دينه وفي جميع أمور حياته وما يحصل عليه في جميع أمور حياته. حقيقة الفأل هي انشراح الصدر وطمأنينة لما قد يسمعه من الخير، بعكس التطير أو التشاؤم، فإن التشاؤم قد يضعف الشخص ويجعله في خوف ورهبة ورعب، لأن ليس فيه إحسان ظن بالله، بعكس أن الفأل هو إحسان ظن العبد بربه جل وعلا. شروط الفأل: شرط الفأل أن لا يكون مقصودا بل يقع من غير قصد، أي لا كما يفعله أهل الجاهلية من قصد مواضع الطير وزجرها ليحصل لهم ما يريدون بزعمهم، وهذا لا يجوز التفاؤل المقصود كما قد يفعله البعض من التفاؤل بالمصحف فيفتح المصحف ثم يقرأ ما ظهر له من الآيات ويتفاءل بها، فإن هذا نوع من التطير. أيضا تقرأ هنا صور من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والحكمة من مشروعية الفعل، والحكمة من مشروعية الفعل. شرع الله تعالى الفعل لما فيه من المحاسن، منها فيه حسن ظن بالله تعالى، أيضا فيه تعلق القلب بالله تعالى واعتماده عليه، فأن الشخص المتفائل دائما أعزائي الطلاب، كما ذكرنا أن الشخص المتفائل دليل على إيمانه بالله تعالى وقوة اعتماده عليه وتوكله على الله سبحانه وتعالى. أيضا يشرح الصدر ويبعث على الإقبال، ويبعث على الإقبال الأعمال بانشراح وسعادة، يدفع التشاؤم والتطير المحرم. أيضا هنا التقويم، أسئلة كما وردت نقاط رئيسية في معنى الفعل وما ضده، ويذكر حكم الفعل مع التمثيل له بمثالين، بين الحكمة من مشروعية الفعل. إلى هنا نقف أنا وأنتم، أسأل الله لكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.